الابتسامة حياة، هالشيء الكل متفق عليه، وابتسامة ضيفتنا اليوم أكثر ما يميزها ويخليها قريبة من قلب كل الناس، لأن صعب نشوف هالابتسامة وما نشعر أن وراها شخصية طيبة ومحبة للناس وللحياة. ضيفتنا اليوم تتميز أيضا بالأناقة البسيطة، وهالشيء يخليها قريبة ومن وايد أسماء لأميرات ونجمات عالميات، منهم الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد اللي دايما ما تكون إطلالتها أنيقة وبسيطة، وبالابتسامة والإطلالة البسيطة والأنيقة تتشابه الشيخ انتصار مع الأميرة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، وهي شخصية الأشهر حاليا على مستوى بريطانيا والعالم لأن ابتسامتهم متشابهة بشكل كبير. سؤالنا اليوم لضيفتنا، اختيار الإطلالة البسيطة والأنيقة يقولون إنه صار فن مو أي أحد يتقنه. السؤال قبل تجاوبينه شيخة،